السلام عليكم. معكم الكوميدي عبد الخالق فهيد، وطبعا اللي ساهمتوا فيه نتوما كجمهور ديالي، سنحبكم بزاف، سنحمق عليكم. المجيء ديالنا والحضور ديالنا هنا في باريس، في زينيت دو باري، على هاد القافله ديال الثقافه اللي من جل عناصر ديالها فنانه مرموقين، يعني من الجيل الماضي والجيل الحاضر، يعني كاين واحد باقه ديال الفنانه جميلين جدا. اولا بدات كانت البدايه بدات بباريس، لان علاش بغينا من خلالها معانق الجاليه ديالنا المغربيه المقيمه باوروبا بصفه عامه وفرنسا بصفه خاصه. دونك لو ميساج هو احنا جينا باش ننشروا هذه المساله ديال التثقيف والثقافه بصفه عامه. اللي كنتمنوهم الله ان لو سبيكتاكل ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون ناجح. باش غادي ينجح بحضور ديال الجاليه اللي خصها تجي تحضر بكثافه، ونحيو معهم سنة الرحيم وشيء جميل، وهذا هو المبتغى من هاد القافله هذه. وكيف المعتاد اللي دينا الله بالخلق فهيد، وان هذه تحيه مني المغاربه العالم، فين ما كانوا خوتي المغاربه في هاد الكره الارضيه كنوجه لهم التحيه. هكا البارود الليله.